يوم نشوف ان شاء الله شيء جديد ان شاء الله، نشوف ان شاء الله شي حاجه في افيتو، قالوا على شي حاجه جديده ان شاء الله هنايا. طبعا نقلب على شي سيارة تكون في الثمن مناسب، هنا نديرو الكاتيجوري نشوفو، نديرو فواتير دوكازيون، نديرو دوكازيون نحطو هادي، نشوفو ان شاء الله شي وحدة بالثمن المناسب، نديرو كونفيرمي. ندير ريسيرش، هنا ندخلو لهادي، شوفو هادي، نحيدو الإشارة، هاي شتيها لوند روفر ايفوك ديزل اوتوماتيك، هنا لو بغينا ندوموندي دوموندي بخي هنا تمشي تعيط ليه، ديزل 8 سي في، تيب واتيغ افوندغ، سيكسيور حي الطرقة. انو الموديل 2020 لاند روفر، الموديل رانج روفر ايفوك ماروك، هنا الكيلومتر ضرب 130000 كيلومتر. بغيت نشوفو هنا، نشوفو شي حاجه اخرى عاوتاني، هادي الله تلاحظ بشي 24 دقيقه، غادي تتعمل 81000 درهم، فيات باندا، فيات باندا التيب التيب فواتير دوكازيون ان فوندغ، سيكسو حي الطرقة، المارك فيات، لو مارك زعما فيات، الكيلومتراج ضربة 70000 كيلومتر حتى 74000 كيلومتر، الموديل باندا، الاني السنة يعني 2017، البخوميييغ ما وي، ايطا اكسيلون، اوريجين الماروك، لونوب بوط خمسة، خمسة ديال البيبان، نمشيو نشوفو، نمشيو نشوفو وحدة أخرى إن شاء الله، نشوفو هاد هيونداي. نشوف هاد هيونداي، هيونداي توكسون ديزل اوتوماتيك 2020 كاينة في مراكش، فواتيغ دوكازيون هنا لي تيب فواتيغ دوكازيون لافوندغ، سيكتور مسيرة، البوخت فيها خمسة ديال البيبان كما تنعرفو عادي، البخومي ما هوي، لا مارك ديال هيونداي، موديل توكسون، ايطا اكسيلون، كيلومتراج ضربة من 80 حتى 84000 كيلومتر، اوريجين يعني في ماروك، لاني موديل 2022. ديسكريبسيون هنا هيونداي توت اوبسيون في 2022، يعني هنا شفنا، هنا شفنا تنقلبو كيفاش نبحثو على الطوموبيلات هنا في المغرب. المهم تحياتي، مع السلامة في حلقة قادمة، مع السلامة.